بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة في موضوع التشيك بانش. لو أنا كان عندي أعمدة، الأعمدة اللي عندي كانت متصلة بفريم إيليمنت، يعني لو كان عندي عمدان بالشكل ده والعمدان دي جاي عليها قمر، سواء كان قمر سائط أو قمر مدفوع. الفكرة إن برامج سي إس أي لما تبقى عندك عمود متصل بقطاع فريم إيليمنت، تمام، زي ما قلت لك سواء كانت هيدن بيم أو بروجكتد بيم، لو انت جيت عملت تشيك بانش عليه بيقول لك ان البانش عندك نجلكت وبيبدا يطلع لك ان على سي. نفس الكلام لو انت جربتها على الايتابس هتلاقيها برضو ان على سي، سواء ايتابس سواء سيف هتلاقيها بيقول لك نجلكت للبانش طالما العنصر اللي عندك متصل بفريم ايلمنت. طب انا لو عايز اظهر البانش على الكلام ده، عايز اشوف البانش على الاعمده في الحاله دي، بيبقى عندك هم ضايفين اختيار جميل جدا انك تبدا تعلم على كل الفريم ايلمنت اللي عندك، اللي هي كل الكاميرات اللي عندك دي علم عليها، تمام. مجرد ما بتعلم على كل الكاميرات دي بتروح تفتح قائمة edit، تمام، تختار edit line وتختار الاختيار ده convert beam to slab area، تمام. مجرد ما تضغط على الاختيار ده هو اوتوماتيك، بدل ما تتعب نفسك وتشيل الكاميرات وتبدأ ترسمها تاني بشيل element عشان تبدأ تشوف البنش عليها، لا، هو الاختيار ده على طول هيبدأ يظهرها لك. فمجرد ما تضغط عليها هتلاقي ان كل الفريم element اللي عندك اتحولت لشيل element بالشكل اللي انت شايفه ده، كل ده بقى معاك خلاص ده شيل اليمنت. ففي الحاله دي هتقدر تعرف نسب البانشنج ريشيو على الاعمده من لما يبقى عندك العنصر متصل بالشيل. هتلاقي هي طلعت معاك القيم بالشكل اللي انت شايفه ده، هتلاقي كده البانش عندك اهوت موجوده كلها. لو انت عندك مثلا عمود كان ان سيف، مثلا العمود ده لو هو ان سيف، العمود ده كده كده اصلا متصل بكمرتين، الكاميرا دي والكاميرا دي، وعاملين معاك حرف صليبه، يعني ممكن تستفيد في الموضوع ده انك تبدا تزود عدد الكيانات. والسيف لما تقول له صمم لي لو القطاع لو النسبه دي طلعت اكبر من واحد، وانت مثلا قلت له انك هتستخدم الريبار تاي مثلا، هو هيبدا يقول لك انت عايز الكيانات عندك تبقى قطر كام، توزيع كام، ومسافات بين قد ايه بين كل كيانه وكام، فتبدا بقى انت توزعهم في الحرف الصليبه ده بحيث انك تقاوم البنش. طيب لو كانت مثلا مكان زي ده وانت محكوم مثلا مش هتعرف تمرر حاجة في الاتجاه التاني، لو مفيش امكانية انك تاخد الاتجاه ده، فانت في الحالة دي ممكن تزود الكاميرا دي شوية الدبس بتاعها، ولو في امكانية ان العرض بتاعها يزيد شوية، او لو قطاع العمود ممكن يزيد شوية، كل الكلام ده هيقلل منك من نتيجة البنش اللي طلعت لك. طيب لو احنا دلوقتي كان معانا البلاطات العناصر الفريم اليمنت مرسومه شيل اليمنت، وعايز اظهر الاحمال اللي عليها، يعني عايز مثلا اظهر العزوم، فلو عايز اظهر الام 3 على الكلام ده او العزوم اللي عندي على الموضوع ده هعملها ازاي؟ بروح ارسم استريبات زي ما احنا شايفين كده، هتلاقي هي مرسومه معانا بالشكل ده، ونفس الكلام مرسومه للكمرتين دول. بروح ارسم استريب، الاستريب دي برسمها لما باجي ارسم استريب على السيف، هو بيدي لك بتدخله اختيارات بيقول لك ان انت عايز الاستريب اللي عندك تبقى ستارت، وبيديلك اختيار للاند، وفي الستارت بتدخل كومتين وفي الاند بتدخل كومتين. الموضوع بكل بساطه هو بيبقى عندك مديك الاستريب بالشكل ده ومديك سنتر لاين ليها، وبيقول لك دخل لي الاستريب من الستارت رايت ومن الستارت ليفت ومن الاند رايت ومن الاند ليفت. فلو هي كانت معانا كاميرا زي الكاميرا الموجودة دي، الكاميرا دي كانت قطاعها 50 في متر، يعني العرض بتاعها 50، تمام. معنى العرض بتاعها 50 يعني هنا هقول له في الستارت هي 25 وفي اليسار هي 25، نفس الكلام في الاند هتبقى دي 25 وهنا برضو في الاند هتبقى 25، فتلاقي ان الاجمالي عندك بقى كام، 50 في الاند و50 في الستارت، فيطلع معاك شكل الاستريب بالشكل اللي انت شايفه ده. لو جينا بس ننظف الكلام اللي احنا قلناه ده هتلاقي شكل الاستريب اهيت معاك. لو انت شفت شكل الاستريب هتلاقيها طالعة معاك كده. لو انت دخلت الستارت غير الامد هتلاقيها مثلا، لو انت دخلت في الاول 50 وجت بعد كده انت دخلت في الاند متر هتلاقيها معاك طالعة بالشكل ده، لكن احنا الشكل اللي عندنا هو شكل مستطيل. نفس الكلام ده الكاميرا دي كانت العرض بتاعها هي 1.20 متر، فقام راح جاي مدخله في الستارت الرايت 60 يمين و60 شمال وفي الاند 60 شمال و60 يمين، هتلاقيها طلعت معاك في الاخر 1.20 متر. مجرد ما بدخل خلاص الاستربات اللي معايا دي
هبدأ أروح أظهر العزوم، هتلاقي إن العزم هنا هو طالع معاك 56 طن متر، ده 85، هنا عندك عزم سالب. طبعا الكاميرا دي كان قطعها كبير، كانت 11 و11، ودي كانت تقريبا 4.5، فكان طبيعي إن العزم ما يقلبش معاك. تمام، هتبدأ تظهر كام العزوم عادي، ولو عايز تصمم عليها مفيش مشكلة. نفس الكلام بس مثال تاني معانا، كان ده كاميرا، الكاميرا دي كانت كبيرة، كانت حوالي 1.80 في 55 أو 60 عمق. تمام، ده كان لما عايزين برضو نظهر البانشنج عليها بالنسبة للأعمدة، برضو نفس الكلام، هتعلم عليها وإيديت لاين، وتحول اللاين اللي عندك لكونفيرت شيل اريا، تبدأ تظهر لك البانشنج اللي عندك. هنا كان بنص، ده كان شكلها في التنفيذ في الطبيعة، الكاميرا ماشية من أول هنا لآخر هنا ومرتكزة على العمدان دي، وفي عندك كاميرا على الداير ما يدور، نفس الكلام، في كاميرا برضو ورا نفس التحميل بتاع السيستم ده. بس فانت لو عايز تظهر مثلا بانشنج في حاجة زي كده، ممكن تبدأ تستخدمها ايه، نفس الكلام اهو بس منظور تاني، نفس الكلام. بس ده كان فيديو النهاردة، انك لو انت عندك عنصر متصل بفريم اليمنت وعايز تعمل عليه الشيك بانش، تقدر بالطريقة دي انك تعمل الشيك بانشنج عليه بدون ما تشيل الفريمات، وتبدأ ترسم انت شيل اريا تاني. هو الامر اللي في السيف ده، واعتقد انا دورت عليه في الايتابس مش لاقيه، يعني اعتقد انه مش موجود في الايتابس، هو موجود في السيف بس. شكرا والسلام عليكم.